زميلي ايهاب، يمكن وصلنا الحمد لله طبعا الى تونس. تحركنا كالعاده طبعا زي ما قلنا الساعه 7 ونص صباحا كانت الطائره المقلعه من مطار القاهره. وصلنا هنا في حدود الساعه 10 ونص توقيت تونس. توجهنا مباشره على فندق الاقامه، يمكن بيبعد لمده 25 دقيقه او 20 دقيقه من مطار فرج، لكن فندق الاقامه يمكن مطمئن بشكل مميز. كان في استقبالنا الحقيقه طبعا كان بيغيب السفير نبيل الحبشي، هو متواجد في القاهره بيقضي اجازه، طبعا اجازه لمده بعض الايام، لكن كانت متواجده نائبه السفير والقائمه باعماله ريهام عمار، كانت متواجده ووفرت امور كثيره جدا بجانب المستشار السياسي والمسؤول الامني في السفاره الاستاذ احمد عدام. كالعاده النادي الاهلي بيكون متواجد في تونس بيحب كبير كبير، سواء من السياسيين سواء من المصريين. كمان جمهور الترجي ليه مردود كبير، كان متواجد في المطار بعض جماهير وحي طبعا لاعبي النادي الاهلي. كالعاده حب كبير للنادي الاهلي بشكل عام، بالنسبه لي البطولات المباريات زي ما قلنا لينا ذكريات كبيره في رياضه زميلي ايهاب في 2006 و2012 ما نقدرش ننساها طبعا. ملعب رادس الامور يمكن زي ما بقول لك بتدير بشكل منتظم، بتدير بشكل مميز جدا في طريق النادي الاهلي. في هذه اللحظات احنا متوجهين الى الملعب الفرعي في رادس. يمكن بعض الاخبار تناولت خلال الايام الماضيه ان هيكون المران الاول لفريق النادي الاهلي في تونس على ملعب الجامعه التونسي بالظبط، لكن يمكن مندوب فريق الترجي المرافق معانا. متوجهين احنا الان الى الملعب الفرعي في رادس، وغدا بمشيئه الله هيكون الملعب الرئيسي اللي هيستقبل المباراه، ملعب رادس هيستقبل مران النادي الاهلي في الساعه 8 اللي هتكون ان شاء الله في توقيت المباراه هنا في تونس 9 مساء بتوقيت القاهره. الامور زي ما بقول لك ماشيه بشكل مطمئن. النهارده ان شاء الله بنتمنى المران يكون مميز لفريق النادي الاهلي، ما يبقاش في اي التحامات، ما يبقاش في اي اضطرابات. بنتمنى ان شاء الله المران يعدي بخير وبسلام على النادي الاهلي، لكن انت عارف احنا عندنا بعض الغيابات في بعض العناصر، لكن ان شاء الله زي ما بيقول الاهلي بيكون حاضر ولو كانت تستر من غياب الاصابه. بعيدا عن طبعا غياب حسام عاشور الاضطرار طبعا للايقاف، طبعا كارتيرون ضم 23 لاعب، كلام كتير عن عمرو السوليه جاهز او مش جاهز، ان شاء الله يكون جاهز. جاهزيه بقى معظم اللاعبين يمكن زي ما بنقول عمرو السوليه، لو بكلمك على عمرو السوليه بالتحديد كان لحق سريع مع فريق النادي الاهلي خالد محمود، قلت له يمكن عمرو السوليه فرصه ايه بالنسبه للمباراه؟ قال هو شارك في ترتيب الامس مع النادي الاهلي في ملعب مختار اسيس، اليوم هيكون في اختبار طبي، وغدا عمرو في مراحل نهائيه. عمرو بنسبه كبيره جدا جدا ممكن يكون متواجد في القائمه الخاصه بالمباراه ومنها التشكيل الاساسي. عمرو يمكن حالته اتحسنت بشكل مميز، وده اللي طمنا عليه ان طبيب النادي الاهلي خالد محمود. كل زميلي ايهاب يعني في تركيز شديد جدا، كمان الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي رئيس البعثه اللي متواجد مع فريق النادي الاهلي، ليها مردود كبير ولعيبه النادي الاهلي عارفين عندنا كثيره، لان الدفعه المعنويه والروح الكبيره بحجم قيمه الكابتن محمود الخطيب يكون متواجد في هذه المباراه، مباراه هامه للنادي الاهلي بلا مردود كبير، وده اللي وده بيعكس يا كريم، بيعكس اهميه المباراه واهميه الفوز وتحقيق نقاط المباراه. بالفعل زميل ايهاب ده اللي احنا لابسينه وده اللي احنا شايفينه. التركيز بادئ من رئيس مجلس الاداره باخر عامل متواجد في غرف قلعه ملابس النادي الاهلي، ان شاء الله تكون المباراه من نصيب النادي الاهلي. نقطه تؤهلنا، 3 نقاط هو الهدف زي ما قلنا كابتن محمد يوسف، هو الهدف هو 3 نقاط، لكن اي نتيجه ثانيه طبعا صالح النادي الاهلي هتكون مقبوله لجمهور النادي الاهلي ومقبوله لمجلس النادي الاهلي نظرا للظروف اللي مر بيها الفريق. 6 نقاط من مباراتين كانوا هامين جدا، بنتمنى ان شاء الله كمان مباراه الترجي تكون النقطه 3 نقاط كمان يكونوا 6 نقاط، ونمشي نصحح المسار بشكل مميز جدا في البطوله الافريقيه. زميلي كريم، علاقه طيبه جدا بين جماهير الترجي وجماهير النادي الاهلي، يمكن وانت بتتكلم بتقول عدد من جماهير الترجي استقبلت النادي الاهلي استقبال كويس جدا واستقبلوه في المطار، وده يدل بقى على مدى العلاقه الكبيره اللي بين الجماهيرين. حقيقه زميلي ايهاب، وانت اكثر الناس خبره متواجد في تونس وشفت مباريات كثيره جدا وتعلم جيدا مدى حب جمهور الترجي للنادي الاهلي وحب جمهور النادي الاهلي لجمهور الترجي. فريقين كبار، فريقين عظام، يمكن مش عايز اقول لك الناس لما بتشوفنا في الشارع او احنا ماشيين جنب الفندق بيعرفوا بس ان احنا سواء البعثه الاعلاميه للنادي الاهلي او مرتبطين باسم النادي الاهلي بيحاولوا ان هم ياخدوا الصوره هي معانا، يكلمونا على السكه، يكلمونا على عماد متعب، على حسام غالي، انت عارف طبعا رموزنا ونجومنا طبعا هنا ليهم تاثير كبير جدا عند جمهور تونس وطاقات جمهور الترجي. لا العلاقه طيبه جدا، ودي الحاجه المميزه، الحاجه السعيده، الحاجه اللي بتخلي كمان النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي يشيلوا هم الجمهور ده على جنب خالص، لان النادي الاهلي حقق انتصارات رائعه جدا في رادس حضور اكثر من 60,000 متفرج، فمهما كان الجمهور اللي كان متواجد في مباراه الترجي القادمه ان شاء الله صداقه كبيره في لعيبه النادي الاهلي، ونعود باذن الله منتصرين ونعود معانا 3 نقاط هامين جدا في الترجي.
كريم اكيد لاعب النادي الاهلي كانت يعني بعد التعادل مع النجم امورهم ما كانتش كويسه، كان في بعض الحزن شويه، لكن دايما الصفحه بتتقفل وبقى التركيز في المباراه الاهم وهي مباراه الترجي. بالفعل زميلي ايهاب، يمكن في فصل تاني ولعيبه النادي الاهلي فصل بشكل كبير جدا عن البطوله الافريقيه اللي هتودينا ان شاء الله للبطوله العالميه، بطوله كاس العالم، وبين البطوله العربيه. النادي الاهلي كان قبله سوء توفيق كتير، اهدر فرص كثيره جدا في البطوله العربيه وفي مباراه النجمه بالتحديد. وعايز اكد لك ان كابتن صدر التكريم والكابتن تاثير كبير على لعيبه النادي الاهلي بعدم اصدار الفرص خلال المباراه، مباراه الترجي لابد استغلال انصاف الفرص في هذه المباراه. في تركيز كبير زميلي ايهاب، وزي ما بقول لك حاجه لمسناها على ارض الواقع، لمسناها منذ وصولنا الى مطار تونس. زي ما بقول لك ان شاء الله المباراه دي مباراه هامه، مباراه مصيريه بالنسبه للنادي الاهلي، وكل التوفيق من جديد للنادي الاهلي زميلي ايهاب في هذه المباراه. كل التوفيق لفريق النادي الاهلي. طبعا هتابع انت معاهم المران يا كريم، وهنتواصل معاك في الاهلي الليله دائما وانت متابع المران، وان شاء الله نتابع ونطمئن على التدريب الاول لبعثة النادي الأهلي في تونس على الملعب الفرعي لاستاد رودز. شكرا كريم. طبعا كلام محترم جدا وكلام مهم